السلام عليكم أحبتي الكرام، وصلنا الآن إلى الحلقة 25 من هذه السلسلة المميزة من ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. كلمة اليوم هي add. Get ready، اجهز، استعد. Write all the phrases، اكتب جميع العبارات الجديدة حتى تحفظها بشكل جيد. So you need a notebook، تحتاج إلى كراس. A pencil، قلم. Just 2 minutes، فقط دقيقتين. And say after me 5 times aloudly، كرر العبارات الإنجليزية خلفي بصوت مرتفع حتى تتقن اللفظ الصحيح. اضغط على إعجاب الآن واشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس. كلمة add لديها مجموعة من المعاني، وهي جمع، ضم، أضاف أو معدل. هيا لنأخذ المثال الأول. We would like to add our congratulations. We would like to add our congratulations. نود أن نضيف تهانينا. المثال الثاني. Children learned to add. Children learned to add and subtract quickly. بسرعة. الأطفال تعلموا أن يجمعوا ويطرحوا quickly and accurately. Accurately وبدقة. مرادفات هذه الكلمة. كلمة collect. Join, compile, and schedule. أما الأهم العبارات، add the two numbers together. أضف الرقمين معا. Add more, additional, إضافي. وكلمة إضافة addition. شكرا لكم على المتابعة، وانتظرونا في الحلقة القادمة، الحلقة 26. شكرا لكم مرة أخرى، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب لهذا الفيديو، وانشروه لجميع أصدقائكم حتى تعم الفائدة.